السلام عليكم يا شباب. النهاردة تمرينة باي سيبس تراي سيبس سوبر سيت. اول تمرين هتأثر على الباي سيبس النهاردة ان شاء الله العقلة القبضة، كف ايدك للخارج والقبضة ضيقة، وبنلعب 12 عدة او حتى الفشل. في المقابل بدون راحة هنروح نلعب تمرينة للتراي سيبس بوزن الجسم برضو على الدكتين، وبنلعب 12 عدة، وبعد ما نخلص هنا بنروح نلعب 12 عدة عقلة. لزيادة الفايدة في تمرين الترايسبس بنحط وزن 10-20 كيلو حسب مقدرتك، وانت نازل تنزل بالراحة وانت طالع تعصر عضلة الترايسبس فوق. يبقى عندنا 3 مجاميع للباي و3 مجاميع للتراي، 12 عدة و12 عدة او حتى في العقلة حتى الفشل. ونخش على التمرين التاني لعضلة الدراع كامل، تجميع بالكيبل لعضلة البايسبس. تبدأ ببلاطة او باتنين حسب مقدرتك، وزي ما انتم شايفين اللعب بالراحة علشان نستفيد بالتمرين. نلعب 10 عدات للبايسبس وبعد كده بقبضة كف اليد للأعلى بنلعب 10 عدات لعضلة الترايسبس. وبدون راحة بنمسك بنقلب كف ايدينا، بنخلي القبضة الاعلى هي علشان نضمن ان احنا مررنا زوايا الترايسبس كلها. طبعا الوزن بيزيد بشكل تدريجي، وبنلعب 10 عدات للترايسبس كف ايدك لفوق، و10 عدات تانيين كف ايدك للاسفل، وبنرجع نزود الوزن وبنلعب تاني تمرينة البايسبس، 3 مجموعات للبايسبس في المقابل 3 مجموعات للترايسبس. ونخش على التمرين الثالث. التمرين الثالث تبديل بالدمبل. طبعا اول مجموعه بوزن خفيف 10 كيلو مثلا، وبنلعب 10 عدات للدراع اليمين و10 عدات للدراع الشمال، وعشان دي اول تمرينه بنلعب 10 عدات الدمبلين مع بعض، بنطلع بيهم وبننزل بيهم بطريقه بطيئه وبدون راحه. بنفس الوزن هنبدا نلعب عضله الترايسبس. ممكن تلعبها بالشكل دوت انك ترفع الدكة كأنك هتلعب صدر علوي، او ممكن تلعب الترايسبس وانت واقف. ونزود الوزن ونلعب 10 عدات لعضلة الباي وبعد كده بنفس الوزن نلعب عضلة الترايسبس. هنا زودنا الوزن، فممكن تلعبه وانت قاعد وممكن تلعبه وانت واقف. اهم حاجة صدرك للأعلى، كتفك للأسفل، جزء العلوي للدراع ثابت ما بيتحركش عشان تستفيد. بتسيب وزن الدمبل وبنفس الدمبل تلعب الترايسبس لو انت واقف، وبعد كده بعد راحة 30 ثانية نخش على التمرين الرابع. التمرين الرابع هو تمرين الطحن على الرأس بالبار الزجزاجي. المسكة زي ما انتم شايفين ضيقة، وبنبدأ ننزل لغاية ما البار يلمس رأسنا وبنطلع تعصر فوق ثانية، وبنفس الوزن تقوم تلعب 10 عدات للباي سيبس المسكة بسوى الكتف، وبعد راح 10 ثواني تزود الوزن وتلعب الطحن على الرأس تاني لعضلة الترايسبس. اثبت فوق ثانية وانزل بطريقة بطيئة وهكذا 10 عدات. وتقوم بنفس الوزن تمسك بسوى الكتف، صدرك للأعلى، كتفك للأسفل، وتطلع تعصر فوق العضلة ثانية وتنزل. وكل ما كانت الحركة بطيئة كل ما كان الإفادة أكتر. التمرين الخامس تمرين قوي جدا لعضلة البايسبس، وهو تمرين الحصان. بوزن خفيف هنبدأ، وبالبار الزجزاجي بنمسك الضيق وبنبدأ نلعب 10 عدات. زود الوزن او بنفس الوزن بنلعب فرنساوي ولكن بالبار مش بالدمبل. ده لعضلة الترايسبس، وده سوبر سيت 3 مجاميع في 10 عدات للبايسبس 3 مجاميع في 10 عدات للترايسبس، وبنخلص المجاميع بتاعت الباي والتراي.
بنخش على التمرين الاخير لعضلة البايسبس على جهاز السحب في الارض بتاع الظهر. بتخلي ركبتك تلمس المسند بتاع الجهاز وتبدأ بوزن معين تمسك مسكة ضيقة من المسطرة الزجزاجي وتسحب بحيث ان كوعك يفضل ثابت وتبدأ تسحب للباي تعصر الباي. التمرينة دي قوية جدا. في المقابل بتاعتها سحب بالكيبل، ظهرك مسنود برضو على المسند بتاع الجهاز، وبتبدأ تلعب 10 عدات للترايسبس وترجع تعيد 10 عدات للبايسبس بعد راحة 10 ثواني. تلعب 3 مجاميع لعضلة الترايسبس بالكيبل و3 مجاميع لعضلة الباي سحب بالمسطرة الزجزاجي. وتريح 30 ثانية وتبدأ تمارين البطن. تمارين البطن النهاردة هم 4 حركات، كل حركة 30 ثانية بدون توقف. معنى كده انك بعد ما تخلص ال4 حركات هتكون لعبت 2 دقيقة. ال2 دقيقة دول بدون راحة بينهم هنبدأ نعيد الحركات تاني. يعني بعد ما نخلص الحركة الرابعة في التمرين النهاردة اللي هتشوفها مع بعض، هتبدأ تعيد الحركة الاولى 30 ثانية. تظبطها ازاي؟ 30 ثانية بننبه على الموبايل، كل 30 ثانية يرن تبدأ تغير الحركة. الحركة الاولى هي طحن لعضلات البطن، بتمرن عضلات الوسطى والعضلات العلوية. الحركة التانية هي لتمرين العضلات السفلية، والحركة التالتة والرابعة هو لشد عضلات البطن بالكامل. وكده نكون ضمننا ان احنا مرنا عضلات البطن كاملة. ولما نخلص ال4 حركات كل حركة 30 ثانية هنبدأ نعيد الحركات دي تاني 4 مرات، يبقى كده اتمرنا 8 دقايق. طبعا في تمارين للبطن كتير، ولكن ال4 حركات دول بيمرنوا كل زوايا البطن. انا بلعبهم بشكل مستمر والحمد لله عاملين معايا نتيجة كويسة. وطبعا عضلات البطن بتظهر لما نسبة الفات تبدأ توصل 10% في الجسم، يعني محتاج نظام غذائي صحي قليل السعرات علشان تعرف تقلل نسبة الفات في الجسم، وبناء عليه تبدأ عضلات البطن تظهر. واشوفكم على خير في الحلقات الجاية. كل سنة وانتم طيبين يا شباب.